خطيرة يخرجها السويسي. أكيد جماهير الأفريقي بكل ديهم على قلوب. كرة أخرى صعبة كانت على دفاع الأفريقي. أكيد المباراة الأفريقي والهلال نقولها بصراحة في الدقيقة 33 ممنوع على مرضى السكري ومرضى القلب حاشك. إلى حد الآن فيها وجهين، وجه هو اللي قبل الهدف كان الإفريقي 100% هو اللي مسيطر، أربعة فرص كاملة ثم خلال هلال بزمة الأمور بعد تسجيل الهدف ولا يلعب مرتاح أمام تسرع من لاعبين الإفريقي. تماس يتنفذ طويل خارج الميدان، الكرة باش ترجع ضربة مرمى عن طريق عادل النفسي. يلعب الست امتار عادل النفسي طويلة، الكرة تتجاوز خط وسط الميدان وينو يطلع معها اللاعب هذا، تمشي من الكسيس بالراس مهدي مريح. مهدي يلعب مع يوسف المويبي. مباراة اعصاب وليت في اللحظات هذه بالنسبة للاعب الافريقي. كل ما الدقائق تمر كل ما يزداد الضغط يزداد هيجان اكيد جماهير ملعب رادس. تماس لفائدة الافريقي يقول الحكم. تماس طويل باش يتم تنفيذه عن طريق مهدي مريح على طريقة الكاميروني نجيري من جتاب. يتنفذ من مهدي مريح طويلة واستوفى من المدافعين ترجع بالراس الكسيس يلعب أمامية المتابعة من يوسف المويبي يقلبها والكرة خارج الميدان. لكن الحكم يقول ضربة مرمى للهلال السوداني لها خارج الميدان الحارس المعز محجوب. وفما تقدم مبالغ فيه بالنسبة للاعبين الافريقي بدون توازن، فما تقدم فما برشا مساحات تانية لازم يردوا بالهم برشا لأنه أقل قدر الله أقل هجمة مرتدة ممكن تعمل خطر، خاصة أنه فريق الهلال عنده إمكانيات في المثلث الهجومي بتاعه من اللاعبين بتاع الكلوب خاصة بلال العيفة ومهدي مرياح يردوا بالهم، فما كثافة عددية في الهجوم لكن بدون نجاعة. كرة ترجع بالراس عن طريق مهدي مريح لأيمن السلطاني، عفوا لعبد القادر خشيش. اكيد حتى المعلق بدا يضيع مع ضغط المباراة. ترجع من كريم العواضي يوسف المويبي وكرة يوسف خرجت بعد المسا المدافع ترجع تماس لأبنية باب جديد خلي تنفيذ البلال العيفة. العيفة يلعب كرة مع ايمن السلطاني، السلطاني يرجع للعيفة، العيفة ما عندوش حل يلعب كرة أمامية ترجع للإكسيس. معقول لابد على اللاعبيه بتاع النادي الافريقي في الدفاع انهم يحتاطوا اكثر.
أليكسيس يلعب كرة عالية، يخرج الحارس بالبوكس يبعدها عن مناطق وتمشي لسادومبا، سادومبا رأسية لليسار، صعود لعبد اللطيف سعيد، عودة سريعة للاعب الإفريقي أكيد لتفادي الهجمة المعاكسة، كرة تمر في الوسط، هذه كرة صعبة فيها تسلل والحمد لله، فيها تسلل والحمد لله، لأنه يعني كانت لحظة لحظة بركة، كان خرج الكرة قبل اللاعب توماس، كان ممكن يخرج اللاعب كاريكا وجه لوجه، دفاع متقدم مساحات فارغة مشيت بين اللعيبة، أوروزمو اللي فما تسلل، كرة يلمسها توسيل تمر، وينك يا السلطاني وينك؟ وينك يا السلطاني؟ أخذها الحارس أسبق من المهاجم الإفريقي، المعز محجوب متواجد في كل الكرات. الذهاب واحد شيء نفس النتيجة، الافريقي مطالب بتسجيل ثلاثة اهداف، هذا توسيل ايزيكيل يسقط والحكم يخلي اللعب، يتواصل اللاعب بالكرة لبيضة الهلال السوداني، يخرج الكرة في التماس المدافع الايمن اسامة التعاون، لانه فما لاعب على ارضية ميدان ملعب رادس المهاجم سادومبا مرة اخرى، كسروا برشا الملاعبية متاع الهلال في السقوط على أرضية الملعب وتمويه على الحكم، كسروا برشا ولابد على الحكم انه يتداخل، الحكم لابد عليه انه يتداخل، ينبه على ملاعبية الهلال قاعدين يقطعوا في اللعب برشا من حارس المرمى للدفاع الى الهجوم، هذا مش معقول، الحكم لابد عليه انه يتداخل وينظر ربما لاعب من لاعبين الهلال. يقوم لبيس اللاعب سادومبا والكرة باش ترجع التماس لفائدة الافريقي، يتنفذ المهدي مريم تمشي لالكسيس، الكسيس يلعب كرة عالية ترجع في مكان الفارق، يعني وينه ملاعبين الكرة الثانية اللي قلناها سبعة في الهجوم ونص الملعب فارق، ماهوش معقول لو الهلال يعمل هجمة مرتدة ممكن يعمل الخطر، تمشي الكرة من كاريكا كان يلوج على هيثم مصطفى، ترجع من عمر بخيت، كرة عالية يلا المتابعة عادل، عادل بعد الكرة كنترول من العواضي تمشي لالكسيس، يرجع بها للسويسي، ريثوا اللعب لولاد اكيد نعرف مباراة اعصاب مباراة ضغط، لكن مطلوب رصانة كبيرة من اللاعبين في التصرف في بقية الدقائق، مازال شوط ومازال خمسة دقائق في عمر الشوط الأول، كل شيء يبقى ممكن بالنسبة للإفريقي، الكسيس يلعب كرة أرضية مقطوعة من أثير توماس، ترجع للخلف عبد القادر خشيش، هذا التغيير القادم خالد المليتي والمنتظر انه ياخذ مكانه في تشكيلة قيس اليعقوبي بعد لحظات قبل نهاية الشوط الأول، ترجع من الكسيس لليسار، مهدي مرياح يلعب كرة أمامية لزيكيل، يعمل الكنترول لزيكيل، يطلع عليه عبد الله مدافع وقلب دفاع نادي الهلال، ترجع لمهدي مرياح بالراس يضربها، سيناريو يتعاود بديع، سيناريو يتعاود، شوف المرتدات 2-2 الحمد لله ان الكره ضاعت، ضيعها سادومبا، الكره من الدفاع المريح ومريحه طويله لقلب الهجوم، ايزي كان ولا السلطاني، سيناريو معروف متعود عليه فريق الهلال ومحضر نفسه ليه، مش معقول هذا، حط الكره لوطه والعب، حط الكره لوطه والعب وخلي تمشي الامور بطبيعتها، لابد على الفريق انه يلقى الحلول خاصه في نص الملعب. مهدي مريح يلعب كره ارضيه مع ايمن السلطاني، ايمن السلطاني، ايمن يحافظ على كورته، ايمن يعمل الكروس، كره مقوسه داخله، يلا اضربها، يلا سددها، يلا يا وسام، صعبه تخرج من الدفاع، تخرج من الدفاع عن طريق سامي عبد الله، كره كانت خطيره وفرصه كبيره لفائده الافريقي، التغيير تنبا به سمير السليمي، خروج كريم العواضي، دخول خالد المليتي، خالد المليتي ياخذ مكان زميله كريم العواضي، هل يكون خالد المليتي هو المنقذ في مباراة اليوم؟ هذا اللي باش نعرفوه في بقية اللحظات في بقية الدقائق، تتنفذ الركنية بالراس على الخط، يخرجها الدفاع.
على الخط ركنية اخرى. فما اخطاء بديل لازم الافريقي يحاول يستغلها. الفوتو جاي سمير. ان شاء الله ان شاء الله موجود ان شاء الله. الركنية تتنفذ ارضية مرة اخرى. ترجع الكسيس. يلا حطها في الصندوق. تمشي للمهدي مريح. مهدي مريح باليسار. يعمل الكروس. يلمسها السلطاني. يا 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 ياخذها الحارس. ياخذها الحارس اسبق من بلال العيفة. فرصة اخرى خطيرة لفائدة النادي الافريقي. بدخول خالد المليدي والافريقي يلعب اربع مدافعين، لاعب ارتكاز واحد الكسيس ثم ثلاثة بالمويه وخالد المليدي واثنين بالهجوم، اربعة واحد ثلاثة اثنين هجومية بحتة. لكن التوازن عبد القادر الخشاش، التوازن عبد القادر الخشاش يفقدها مرة أخرى يربح مخالفة، مخالفة يا لا نلعب بسرعة الكرة. دقيقتين مازالوا في الوقت الأصلي للشوط الأول. كرة تتنفذ من مهدي مريح باتجاه زكيل. كرة بالراس يسعد لها عبد اللطيف سعيد يرجعها. شوف نص الملعب. يرجع الكوتر مرة أخرى. فارغ نص الملعب فارغ. كرة لفائدة الهلال السوداني. كاريكا هيثم مصطفى يلعب الوان تو بكل راحة يخرج السويسي بعد الكرة. ترجع من عبد اللطيف سعيد. السويسي يعمل الكنترول. يبعد الكرة. بالراس يلمسها الكابتن. وسام ياخذها مرة أخرى. ما فماش تفاهم بينه وبين الكسي سادومبا. ادوارد سادومبا هداف مباراة الذهاب يمر يراوغ يمشي على الكلوار يحضر صعيبة. هاي 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 كرة أخرى كانت صعبة على الدفاع الأفريقي. كرة لو كان استغلها كما يلزم هجوم الهلال كانت تكون النتيجة أصعب برشا على الأفريقي أكيد. كرة ترجع تماس. والتمويه مرة أخرى. التمويه مرة أخرى. لازم الفار يعني ما فيش. هيثم مصطفى. ما فما شيء في العملية. اللاعب يسقط على الأرض تقريبا أربعة خمسة لاعبين يسقطوا على الأرض. يشنش اللاعبية ويشنش الجمهور ويشنش الناس الكل. كومان كوليبالي عليه أنه يتخذ القرار. لابد عليه لابد عليه أنه يدخل الحكم. لأنه هيثم مصطفى ما شفناش يعني في الـ في الـ في العملية الهجومية أي احتكاك أو الكورة ما فما شيء. تقريبا فما شيء لعب كورة. سقوط بعد ما سدد الكرة الكسيس للاعب هيثم مصطفى. اكيد ممكن تعليمات المدرب الصربي ميلوتان ستريدويفيتش للاعبيه وانهم يضيعوا الوقت وذريناه من اول مباراة بتصرفات الحارس او الكرة. اخطاء اخرى اللي ضاعت على الافريقي وتمديد الراسية. فما اخطاء وعندنا في الهجوم لاعب يضرب كيما ايزيكيل كيما اللاعب ايمن السلطاني ممكن يسجل الافريقي لكن يلعب اكثر برود الدم. اكثر برود الدم مطلوبه عايشكم لاعبيه الافريقي لابد عليها انه تحتاط اكثر لانه الى حد الان الامور ماهيش ماشيه كما يلزم. اكيد نهايه الوقت الاصلي للشوط الاول 45 دقيقه اولى انتهت دقيقتين كوقت بديل يضيفهم الحكم المالي كومان كوليبالي. ان شاء الله في الدقيقتين هذوما يجي جديد على مستوى النتيجه بالنسبه للافريقي. كره صعيبه يخرج بها دفاع الهلال يتابعها وسام بن يحيى بالراس يرجعها لعبد القادر خشيش. لو كان يقدر يسجل الافريقي التعادل قبل الشوط الاول هذايا كولي مقابله اكيد هذا اللي نتمناه سمير. كره ترجع من القادم الجديد خالد المليتي. كره طويله من خالد. قلنا لازم يتبدل السيستيم لازم تتبدل طريقة لعب الافريقي. هذا كونتر هذا هجوم عكس جديد بالنسبة للهلال السوداني. سادومبا يحاول يربح الوقت يعرف انه المباراة في شوطها الاول شرفت على النهاية. كرة تمشي لليسار عن طريق كاريكا. كاريكا حب يرجع لهيثم مصطفى. كرة مقطوعة. يلا العب القدام يا يوسف. يوسف يجري يجيك ايزيكيل لكن كرة ياخذها عبد اللطيف سعيد. لاعب متسرع متسرع بديع متسرع برشا اللاعب. ماهوش لاثير توما. ماهوش لاعب النادي الافريقي هذايا لحد الان على الاقل تقدير ماهوش لاعب الافريقي. عمر بخيت يلعب الكرة في المكان الشاغر عن طريق سادومبا. سادومبا يسدد والكرة ترجع من الحارس. ترجع من عادل. عادل النفسي عمل ماتش كبير في الذهاب لكن اليوم عمل هفوة كبيرة تكلفت هدف. ان شاء الله ما يكونش السبب في خروج الافريقي من المسابقة الافريقية. هذا اللي نتمناه. 45 دقيقة مازالت في الشوط الثاني لانه تقريبا دقيقتين يضافهم الحكم في الشوط الاول انتهوا. فريق يعرف يلعب كره الهلال واذا كان تخلي له المساحات في نص الملعب اكيد انه يعمل كما يحب. لاعب كما هيثم مصطفى ولا كاريكا ولا ساتومبا لاعبين يحبوا المساحات عندهم برشا كره في ساقيهم ما تخلي لهمش الاسباس التالي. حاول تلعب كومباكت وتقيم البعض اكثر ما يمكن. الشوط ديريكت هذا ما ياكلش الخبز بالنسبه للنادي الافريقي في الشوط الاول تقريبا نص بنص. نهاية ال 45 دقيقة أولى نهاية الشوط الأول من مباراة الكبار.